بالأمس الحادي عشر من فبراير أحيت أسرته وأصدقاء الدكتور وليد شوقي عيد ميلاده، والذي يأتي للمرة الثالثة في السجن، وطالب متضامنون منهم شخصيات عامة بإطلاق سراحه. وكان الدكتور وليد شوقي والمحامي سيد البنا والناشر أيمن عبد المعطي قد تم ضمهم للقضية 621 لعام 2018، ثم صدر قرار بإخلاء سبيله في أغسطس من العام الماضي، إلا أنه تعرض للإخفاء لمدة شهر قبل أن يظهر متهما وقضية جديدة. يذكر أن وليد شوقي كان سابقا عضوا بالمكتب السياسي لحركة 6 إبريل، إلا أنه كان قد اعتزل العمل السياسي تماما قبل سنوات من القبض عليه من عيادته. وتنضم إلينا عبر الهاتف هبة أنيس زوجة الدكتور وليد شوقي. أهلا بك معايا أستاذة هبة، وفي البداية قولي لنا إيه المعلومات اللي عندك عن حالته الصحية وعن حالته النفسية. اهلا بيكي. أهلا وسهلا. بصي، هو زي ما انتي قلتي كده في المقدمة، هو اتقبض عليه وبعدين سبيل وبعدين ادور في قضية تانية. اكيد حالته النفسية مش كويسة خالص، لان هو مش عارف هو بيتعاقب على ايه اصلا. حالته الصحية، هو كذا مرة كان جاله اعراض برد، واحنا ما بنبقاش عارفين ده كورونا ولا دور برد عادي، لأن انت في النهاية لما بتطلبي تحللي حتى على نفقتك الشخصية ما بيتمش الموافقة على ده. هو بس يعني انا عايزة اقول حاجة، انه دلوقتي لو سلمنا انه الشخص ده عمل جريمة فعلا، هو مش كفاية سنتين؟ طيب، هو دلوقتي القضية الجديدة بيتقال فيها ان هو نفس الاتهامات معاها تجمهر، هو اصلا ما خرجش الشارع عشان يتجمهر. طب احنا عايزين البرنتات بتاعة البوستات اللي قالوا ان هو نشرها اخبار كاذبة، هي فين؟ هو اتهم بالتجمهر وهو جوه السجن يا هبة؟ الطعن بالتجمهر في الفترة اللي كان فيها مختفي في امن الدولة. الفترة اللي كان مختفي في أمن الدولة، اختفاء نقول عليه اختفاء قسري لأن ما كنتوش تعرفوا مكانه فين، بعد ما تم المفروض ان هو كان على وشك إطلاق سراحه، صح ولا غلط؟ بالظبط، هو خد اخلاء سبيل في 24 اغسطس، واحنا بنستنى تنفيذ الاجراء. اختفى لمده اكبر من شهر، نعم. وبعدين ظهر في نيابه امن الدوله على ذمه قضيه جديده، وقتها عرفنا ان هو كان في امن الدوله. والتهم هياها بجانب التجمهر، والتجمهر في المدة اللي كان المفروض ان هو موجود فيها في امن الدولة، انا فاهمة كده صح يا ابا؟ بالظبط كده. فهو يعني اي قاضي لو بص على الورق وقرر ان هو يعني يشوف الحاجات دي هيعرف ان هو اصلا ما خرجش، ولا حسابه في الفيسبوك كان مفتوح عشان يكتب عليه حاجة، ولا هو أصلا اتجمهر. فاحنا مش عارفين احنا بندفع ثمن ايه الحقيقة. وبعدين في حاجة تانية، هو يعني هو السجن ده بيتعمل ليه؟ مش السجن ده بيتعمل عشان يقوم الناس، والناس دي تطلع حتى لو احنا سلمنا ان هم عملوا جرائم؟ طب انا دلوقتي بتقوم اصلا على حاجة انا ما عملتهاش. انت اصلا ما فكرتش تطلعني وتشوف ادائي عامل ايه؟ هل انا هكتب حاجة؟ هل انا هعمل مظاهرة؟ هل انا هعمل ده؟ والله لو أدائي ما عجبكش يبقى دخلني السجن تاني، ده لو بنفكر بنفس العقلية اللي بتدير الأمور. يعني بغض النظر يا هبة على ان اصلا ممارسة اي عمل سياسي مش جريمة، ممارسة العمل السياسي مش جريمة، الانتماء لحزب مش جريمة، ان الواحد يعبر عن رأيه بشكل سلمي مش جريمة، لكن في النهاية دكتور وليد يعني تم القبض عليه من عيادته، هو كان توقف اصلا عن ممارسة كامل حقوقه السياسية من زمان جدا، مظبوط؟ بالظبط، هي مش جريمة طبعا، بس انت في النهاية لما يبقى عندك طفلة عندها 3 سنين ونص وبتسألني عن بابا فين، وانا بقول لها في الشغل ومحتاجة اقدم لها في مدرسة السنة الجاية، ومش هعرف اقدم لوحدي عشان احنا عندنا قوانين في مصر بتمنعني ان انا اقدم لوحدي، ومعايا الزوج وولاية تعليمية وحاجات كتير قوي المحامين عارفينها. فانت بتفكري في اي مخرج عشان انت مش محتاجة بس غير ان هو يطلع يعيش معاكي ويربي البنت. انت بتوصلي للمرحلة دي؟ ايوه طبعا طبعا يا هبه، انا يعني اكيد فاهمه، اكيد فاهمه حديثك جاي منين. طب هبه، هل انتوا بتقدروا تزوروه؟ هل بتقدروا تدخلوا له حاجته؟ هل بتقدروا تتواصلوا معاه تعرفوا احتياجاته ايه؟ بصي، هو كان قبل كورونا كانت الزيارات مرة أسبوعيا، بعد كورونا بعد ما توقفت أكتر من 5 شهور بقت مرة في الشهر. المرة اللي في الشهر دي بتكون من ورا يعني بارير كده اللي هو حاجز، وإحنا بقت زيارتنا
بعد التتويج زيارة خاصة، ده مش معناها إن هي حاجة يعني سبيشال، هي زيارة خاصة إن إحنا بيقف جنبنا مخبر بيكتب الكلام بتاعنا. فإحنا يعني في النهاية أنا مش عارفة أكلمه وأقول له حاجة وحشتني ولا الكلام ده، هو أكيد مش عارف يعمل ده، إحنا مش فاهمين أصلا مجرد إن في حد بيكتب الكلام بتاعنا. وهو واقف جنبكم فعلا بيكتب الكلام اللي انتوا بتقولوه. بالظبط، وبيطلب مننا ما نتكلمش انجليش، وبيطلب مننا نعلي صوتنا عشان يعني يكتب الكلام، طيب وده طبعا مش بيحصل مع كل السجناء، هو اسماء معينه بيحسوا ان هم فيهم خطوره شويه فبيعملوا معاهم كده. طيب هبة، هل كان في رأيك تضامن كافي مع الحملة اللي تم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن دكتور وليد؟ بصي انا لقيت اسماء كتيره قوي بعتت لي انبوكس وكتبت لي حاجات يعني ان انا اوصلها له في اول زياره، ومعايدات ودعوات، طبعا حاجات كلها جايه من في شخصيات واسماء معروفه وصحابه والكلام ده، وفي النهايه مش هتقدري تقولي لحد بعينه لازم تتضامن معايا، لان انت عارفه الجو عامل ايه، وعارفه انه لو حد قرر انه يتكلم ممكن يحصل ايه، فاي حد بيعمل اي حاجه احنا طبعا يعني ممتنين ليها جدا، ففي النهاية ببقى عارفة انه احنا في مناخ ما ينفعش تطلعي تتكلمي فيه وتقولي انا هو، لان انت عارفة النهاية بيحصل فيها ايه. طيب هبة، هل في ايديكم حاليا في الفترة الحالية أي خطوات قانونية تقدروا تاخدوها؟ ما فيش اي حاجة بنقدر نعملها غير ان احنا نستنى اول جلسة مشورة، المفروض ان هي يعني هتبقى على اخر الشهر او اول شهر 3، جلسة المشورة اللي هو بينزل فيها قدام محكمة، والمحكمة هي بتقرر إن هي تخلي سبيله أو تديله 45 يوم. دي اللي بيكون فيها أمل شوية إنه ممكن القاضي يبص في الورق ويشوف إن الشخص ده ما طلعش أصلا فيديله إخلاء السبيل. بس بقى في مخاوف تانية دلوقتي، إنه إحنا ما بنشوفش حد بيطلع الشارع، إحنا بنشوف حتى اللي بيبقى خد إخلاء السبيل تاني مرة بيتدور تالت. فدي بقت مخاوف، يعني ما بقاش في النهاية إخلاء السبيل ده هو الهدف. قلبي معاك يا هبة، وإن شاء الله يعني يتم الإفراج عن جميع المظلومين إن شاء الله. بنشكرك، كنت معنا عبر الهاتف هبة أنيس زوجة الدكتور وليد شوقي.